السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحة جيدة. كيف ما كتشوفوا خوتي، راني هزة الوريقات ديال ياسر، راه عنده رونديفو مسكين. يلاه جا من السفر للسبيطار، من السفر للسبيطار. الله يشافي وليداتكم وليدات جميع المسلمين، يا ربي دعواتكم مع ياسر بالشفاء اخوتي. الله يسهل عليكم ويسهل على جميع امتي محمد. دابا حنا يلاه غاديين وغندي اميره حتى هي باش تشوفها الطبيبه، وان شاء الله يكون غير الخير يا ربي. هادشي اللي كنتمناه. وهاي السوري مسكين لباس، ها هو قاد حالته. ايوا حنا غاديين دابا، حنايا في الطاكسي غاديين انا واميره ويا السوري. يا ربي تسهل علينا وعلى امتي محمد اخوتي اللي فيها الخير، الله يجيبها. هذا مكان ودعواتكم، دعواتكم والله العظيم اخوتي انا محتاجه الدعوات ديالكم، الله يجازيكم بالخير. يا السوري راه مريض مسكين والله العظيم، الا صحيحته مدهوره بزاف انتم كتشوفوا قدامكم. ايوا انا دابا يلاه مشيت خلصت الصندوق، هاني كنتسنى النوبه ديالي توصل. يلا خلصت الصندوق حيت الراميد وفى ليا الحباب، داكشي علاش. ايوا حنا كنتسناو السوري غيدخل عند الطبيبه. ها هو دابا، ها هو عند الطبيبه، راه هو ياسر فين جالس، ها هي كتشوفو مسكينه. ايوا خوتي، وحنا خرجنا دابا من السبيطار، ها هو سبيطار العياشي الا كيبان ليكم. وحنا هزي الوريقات، المهم قالت لي الحمد لله التسلسل ما فيش واحد العويجاج بزاف. مسكينه الله يعمرها دار الصراحه الطبيبه هذه، حتى هي اللي جينا عندها اليوم الله يعمر ليها الدار. حنت ديال السويسي، ديال السويسي ديال الراس، باقي كنتسنى يعيطوا ليا. انا بغيت خليت الدري هانتوما متوقف على الترويض. ها هي السوري متوقف على الترويض، متوقف على كل شيء، داكشي علاش جبتو لهنايا العياشي. قلت بعدا كاينات نتبع هنا وندير ليه الترويض على ما يحل الله. ايوا خوتي هادشي اللي كاين، وهذا هو السوري. ها نتوما السوري، ها نتوما السوري، شتو كيفاش تهز ليه العصب. عييت ماشي يبان ليا والو، الشمس الضباب. ها نتوما الضباب اخوتي، شوفوا الضباب سبحان الله العظيم. ها نتوما الحباب، ياسر مسكين كيفاش كيتمشى، راه العصب تهز ليه ديال رجيلاتو. وقالت لي الطبيبه راه تقاص ليه حتى يديه، راه هاد المرض تقاص ليه حتى يديداتو. الا كتلاحظوا راه يديه فيها بحال بحال العضله مرخيه مسكين. الله يجازيكم بخير اخوتي، دعموا قناتي، راه على قبل هاد الوليد بغيت نعالجو وبغيت نشري ليه سبيبطات ميديكال. راه هز هذيك لاباري غير في يديه حيت ما دبراتو السبرديله مع لاباري. قالت لي ديما تشري ليه سبيبطات واسعين. الله يجازيكم بخير اخوتي، هادشي علاش درت هاد القناه، على قبل هاد الوليد باش نشري ليه سبيبطات باش ندير ليه الترويض. الله يرحم ليكم الوالدين. ودابا حنا غادي نتغداو. فين كياسير؟ شنو ناكلو يا السوري؟ في الاول قال لي لا، قال لي اليوم نتغداوش، ولكن مني دخلنا الصبيب اللي كنت غنطيح. مني دخلنا السبيطار وخرجنا ولا تيقول لي اه باغي نمشي ناكل، قتل الجوع. في الاول جاي من الطرفه طر كيسحب راسو، راه غيبقى شبعان. يا كياسير حصلتي؟ اجي لهنا، اجي طرا طرا، اجي قول ليهم شنو قلتي ليا. قلتي ليا في الاول لا ناكل. قلت له يلا تعمر مصهرنك، وقال لي غنعمر كرشي معمر كرافي ومصهر مي. ايوا انتوما معايا خوتي، حنا نمشيو نتغداو. يلا ناكلو دابا شليضة على ما يجيبو لنا داكشي ديالنا. ياسر كوكو. كوكو أميرة. شنو الكاس الآخر؟ بصحة وراحة. شوفوا ياسر تيتفلى عليا، أويلي شو ياسر تيتفلى عليا. شوفوا تيقول لي تيقول لي هاكي. ها انت بلاتي باش ها شوف كي تيدير ليا. راه دارها ليا قبل ما نبدا نصور، وانا نقول الله حتى نصورها ليهم نشاركها مع الحباب. ايوا شفتو بالصحة والراحة، بصحة وليداتي زوينين. دابا كلينا الكريشة شبعات، قال لكم ها هي بغات ديرها ليا حتى هي.
قال لك الكريشه ملي تتشبع تقول الراس غني. ياك الكريشه ملي تتشبع تقول الراس غني. واخيرا وصلنا للدار خوتي وحبابي، شكرا على الدعم ديالكم. ها ياسير ها اميره، الصراحه ما مولفاش ما كنبغيش نخرج انا، بيتوتيه بزاف تنتمرمد ملي كنخرج كنجي مهلوكه. وشكرا على الدعم ديالكم متواصل، الله يجازيكم بخير ولهلا يضر شي واحد في كبتو يا ربي.